الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: والعاديات ضبحا. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. والخيل العربية الأصيلة هي تراث هذا الوطن وتراث هذه البلاد. الخيل كما يقول الشاعر: للخيل عز وعزها بالرجاجيل اللي يعتلوها شهرين الصقايل. الشباب مثل ما انتم شايفين كل جمعة يسوون سباق يذكر بتراث العرب الأصيل وتراث المسلمين. والخيل هي للجهاد وهي للسباق وهي للمغنم وهي للحرب وهي للنقل. سئل حكيم عن أي الأموال أثرى، فقال: فرس في بطنها فرس وخلفها فرس. فيجتمعون الشباب كل جمعة يسوون هذا السباق الذي ترونه الآن، وبعد قليل يبدأ إن شاء الله تعالى من مبدأ إعادة الأصالة، إعادة التراث لهذه البلاد، وتذكير الناس بالجهاد وبالعروبة وبالفروسية وبعادات الأجداد وبعادات الآباء. وإن شاء الله تعالى ما ترون من أحسن إلى أحسن إن شاء الله تعالى. ثالث. اول نهار نشارك بالسباق واخذنا المركز الاول، والحصان الحمد لله كويس ومنيح. واسمه براق. حمداني 12 حمد.